الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. واشنطن تثني على نتائج المشاورات اليمنية في السويد وتشكر السعودية والإمارات والكويت وعمان. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن اتفاق البريكزيت مع بريطانيا غير قابل لإعادة تفاوض. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس وبن زايد تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة والتي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أثنى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على نتائج المشاورات اليمنية في السويد بما فيها وقف النار وانسحاب القوات من الحديدة وتبادل السجناء وفتح ممرات إنسانية إلى مدينة تعز. واعتبر بومبيو أن هذه المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين شكلت خطوة أولى محورية، مؤكدا أن الفرصة باتت سانحة لأطراف اليمنية للبناء على ما تم التوصل إليه لتحسين حياة كل اليمنيين. وشكر مايك بومبيو المبعوث الخاص مارتن جريفيث على جهوده وحكومات الكويت والسعودية وعمان والإمارات التي ساعدت على تسهيل ودعم هذه المشاورات. قصفت مدفعية الجيش العراقي مواقع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل العمق السوري، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الإرهابيين لم يتم إحصاؤهم بعد. وقالت مصادر أمنية عراقية أن الوضع الأمني في قضاء القائم وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار آمن ومستقر، ولا توجد أي تهديدات إرهابية في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية تحسبا لأي طارئ. أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروسلز أن اتفاق البريكزيت مع بريطانيا غير قابل لإعادة التفاوض. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إن تفعيل اتفاق البريكزيت حتى عام 2020 في يد البريطانيين، مؤكدا أن الكتلة الأوروبية لن تتفاوض على إجراء أي تعديلات قد تطلبها رئيسة الوزراء البريطانية. أسفرت عملية أمنية في مدينة ستراسبورغ بغرب فرنسا عن تصفية منفذ الهجوم والذي خلف قتلى وجرحى في المدينة نفسها قبل أيام. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن منفذ الهجوم كان يختبئ في أحد المستودعات في إحدى ضواحي مدينة ستراسبورغ. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عشرات المؤسسات الإخبارية والمباني الحكومية والبنوك تلقت تهديدات بالقنابل عبر البريد الإلكتروني. ونقلت وكالة رويترز عن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أنه تم البدء في إجراء تحقيق حول تهديدات القنابل المزعومة، فيما قامت الشرطة الأمريكية بإخلاء عدد كبير من المباني والشركات. وقالت إدارة شرطة نيويورك في رسالة على تويتر أنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.